التمام والتاسعة موجز لأهم الأخبار، أهلا بكم. استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء أمس وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي السيد جون إيف لودريان في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى بلادنا يومي 15 و16 أكتوبر الجاري. وقد تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وضبط أجندة مختلف آليات التعاون الثنائي، وعلى رأسها اللجنة الحكومية رفيعة المستوى المنتظر أن تلتئم قبل نهاية السنة الجارية. كما كان اللقاء فرصة لمواصلة التشاور وتبادل وجهات النظر بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الأزمة الليبية والوضع في منطقة الساحل. وقد جرى اللقاء بحضور كل من مدير الديوان برئاسة الجمهورية نور الدين بغداد الدايج، ووزير شؤون الخارجية صبري بوقدوم، وسفير الجزائر بفرنسا عنتر داود. كما استقبل الوزير الأول عبد العزيز جراد وزير أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية جون إيف لودريان اللقاء الذي جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم ووزير الصناعة فرحات براهم أي تعلي. تطرق خلاله الطرفان إلى القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك. يقوم الوزير الأول عبد العزيز جراد غدا السبت رفقة وفد وزاري بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية الجلفة، حيث سيعاين ويدشن عددا من المشاريع ذات طابع اجتماعي واقتصادي. عاد أمس الفريق التقني لمؤسسة سون الغاز الذي تم إفاده إلى الجارة الشقيقة ليبيا في الفاتح من أكتوبر الجاري بأمر من رئيس الجمهورية استجابة لطلب الأشقاء. الفريق متعدد التخصصات الذي ترأسه الرئيس المدير العام لشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء والمتكون من 12 تقنيا ومهندسا نجحوا في إجراء تجارب أولية للتوربينة رقم 1، مما سمح بوضع 250 ميجاوات على الشبكة بنجاح. الفريق التقني الذي عمل على مدار 24 ساعة تمكن من إصلاح العطب في وقت وجيز. بناء على قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضي بالفتح الجزئي للمساجد لأداء صلاة الجمعة ابتداء من 6 نوفمبر المقبل، وتنفيذا لبيان مجلس الحكومة، أشرف أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي على لقاء استشاري جمع أعضاء لجنة الفتوى ولجنة متابعة فتح المساجد وأعضاء اللجنة العلمية، حيث تقرر ما يلي: تفتح المساجد المعنية لصلاة الجمعة على أن يكون الفتح قبل الأذان الأول ب15 دقيقة، ويكون الفاصل الزمني بين الأذانين 2 دقيقة، والغلق بعد الصلاة ب15 دقيقة. على السادة الأئمة تخفيف الخطبة والصلاة على ألا تتجاوز 15 دقيقة. ينبغي الاستفادة من كل المرافق والساحات المتصلة بالمساجد، وتمنع الصلاة في الطرق المتصلة بالمسجد حفاظا على النظام العام. تفتح المساجد للصلوات الخمس والجمعة فقط، أما بقية النشاطات المسجدية فتبقى مغلقة. كما تبقى أماكن الوضوء والمكتبات المسجدية مغلقة، هذا مع الإبقاء على التدابير الوقائية المقررة آنفا لضمان أمن وصحة المصلين والحد من انتشار الوباء. كما ثمن المجتمعون النتائج الإيجابية التي تحققت بعد الفتح التدريجي للمساجد.
تحت شعار نوفمبر 54 التحرير، نوفمبر 2020 التغيير، تتواصل لليوم العاشر على التوالي الحملة الاستفتائية لموعد الفاتح من نوفمبر حول مشروع تعديل الدستور، والتي ينشطها أعضاء من الطاقم الحكومي وجمعيات وطنية وأحزاب وشخصيات سياسية، وذلك لشرح وتبسيط مضامين التعديل الدستوري ودعوة المواطنين إلى المشاركة القوية في استفتاء الفاتح نوفمبر القادم. إلى تطورات الوضعية الوبائية في البلاد، حيث سجلت أمس 193 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 53,777 حالة مؤكدة، في حين تمثل للشفاء 37,730، من بينهم 127 حالة تمثلت أمس للشفاء، فيما سجلت أمس 9 وفيات ليصل العدد الإجمالي إلى 1836 وفاة رحمهم الله. وفي العالم، وعقب تطور الوباء وفق مسار اعتبرته منظمة الصحة العالمية مقلقا جدا، أعادت الدول الأوروبية فرض تدابير جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، فتراوحت بين حظر التجمعات في الأماكن المغلقة. يأتي هذا بعدما سجلت فرنسا خلال 24 ساعة الماضية رقما قياسيا في عدد الإصابات بحوالي 30,000 إصابة و88 حالة وفاة. وفي الجارة إيطاليا، شرعت السلطات في استبدال اختبارات الكشف عن الفيروس التقليدية في المطارات بأخرى سريعة تعتمد على استخدام الأجسام المضادة، إلا أن المفوضية الأوروبية اعتبرت أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي غير مستعدة لمواجهة موجة جديدة من الإصابات بفيروس كوفيد-19، وأوصت بإجراءات مشتركة لطرح اللقاحات في حال توفرها. وفي جديد النزاع في إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه، تواصلت الاشتباكات بين طرفي الصراع في 24 ساعة الماضية رغم الدعوات الدولية للتهدئة، وبهذا يستمر خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الإقليم لليوم السادس على التوالي. وتزامنا مع هذا التدهور الأمني في المنطقة، أعلن الرئيس الأذربيجاني أن هذا النزاع سيحل بطريقة عسكرية سياسية على حد قوله، فيما أكد رئيس وزراء أرمينيا أن كاراباخ خط أحمر بالنسبة لبلاده في النزاع مع أذربيجان. نهاية الموجز، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، أترككم في أمان الله.